ثمانون منفذاً ورصيفاً وأكثر، جميعها غير شرعية تتم من خلالها تجارة الحرس. هذه حدها. هي ليست وليدة العقوبات في 2018 ولا متنفساً منها. النهج قديم، بدأ في 1983 على الأقل حين أعلن مسؤولون إيرانيون عن قائمة أرصفة غير مرخصة في 5 مقاطعات تهرب منها المخدرات: هرمزجان، بوشهر، سستان وبلوشستان، خوزستان ومازندران. لكن أنشطتها توسعت بشكل أكبر منذ 2008 في عهد محمد علي جعفري رئيس الحرس الثوري آنذاك، ولم تكن سرا لا في إيران ولا خارجها بعد أن سلط عليها الضوء محمود أحمدي نجاد. كان يعلم بأنشطة الأخوة المهربين، هكذا وصف الحرس الثوري، ولم يستطع إيقافهم، فالحرس ذراع المرشد والرئيس مجرد رئيس. المخدرات لم تكن المصدر الوحيد لتوسيع موارد الحرس، نشاط تجاري كامل، تصدير خارج سلطة المسؤولين الحكوميين ومراقبة إدارة الجمارك، وحتى الاستيراد. 40% من السلع كانت تدخل إيران عبر موانئ الحرس، قيمتها السنوية بين 3 و4 مليارات دولار حتى 2017، وهذا بحسب محمد رضا نعمت زادة أحد وزراء حكومة نجاد قبل فرض العقوبات الأمريكية. من المنافذ ذاتها تهرب الأسلحة سواء للحوثيين أو لحزب الله أو للميليشيات في سوريا والعراق. الآن لنلقي نظرة أقرب إلى المنافذ. هي كثيرة وموزعة على طول حدود إيران البرية والبحرية، لكن الثقل الأكبر لتلك الواقعة جنوبا، خاصة في محافظة هرمزجان وبوشهر. بين ميناء ورصيف هناك نحو 45 منفذا غير رسمي، هنا تطل على الخليج العربي وبحر عمان، لا يخضع منها سوى 6 للإشراف الجمركي. الحال كذلك في بوشهر، 40 منفذا، 5 منها فقط لا تهم الحرس الثوري، هي الأقل نشاطاً.